أحبائي المشاهدين، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي بفيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت نسافر بكم. ما محتاجين لا فيزا لا باسبور، غتسافروا معايا. جاهزين؟ نمشيو نحضروا مع بعضنا طبق الكبسة السعودية بين الأطباق اللي كتعجبني كذلك بلمستي كالعادة. المهم ما نطولش عليكم، نمر مباشرة لتحقيق هذه الوصفة. بقاو معنا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا دجاجه مغسوله بيان سور، مليح مزيان بالحامض والملح مقطعه اجزاء. عندي الرز مغسول حتى هو منقوع في الماء الكميه بحسب عدد الافراد. عندي هنا نصف كيلو. عندي بصلتان مقطعه، جوج الحبات من الطماطم او المطيشه، حبة من الفلفل، هنا عندي الأصفر وممكن توضعوا الأخضر والأحمر. عندي جزرة مبشورة أو خيزو محكوك، المعدنوس، شوية الحامض، 4 فصوص من الثوم، وعندي بهارات مشكلة من بين معلقة الكركم، عندي كذا ورق الغار، قرفة، الهيل، باديانا. غنحتاج كذلك معلقة كبيرة ديال الزنجبيل، معلقة من الكركم، معلقة من بهارات ديال الدجاج، فلفل أسود، قرنفل، ملح بحسب الذوق. نبدأ. وعندي كذلك الزعفران. ناخد طنجرة اللي غنطهي فيها أو قميلة ونوضع فيها الزيت على نار مهيلة. نضيف لهم البصل ونحرك، نزيد عليهم الدجاجة المغسولة والمقطعة، نقليها، نضيف عليه الحامض. الدجاج كيبغي الحامض. نزيد الثوم، دابا غنبدا نضيف الخضر ديالنا، يعني الجزر، نزيد الفلفل مقطع مغسول بيان سور ونحرك. دابا غنضيف الطماطم او المطيشه مقطعه حتى هي ونحرك. من بعد ما تقلى لنا اللحم غنضيف دابا البهارات مشكله، نخويها هكا ونقلب اللحم. من بعد نخليه يطيب يطهى 10 دقائق على النار مهيله. دابا غادي نحيد الدجاج ونوضعه في الصينيه اللي غيمشي الفرن. الرائحه ما نعاودش لكم، يا سلام. نحيد هاد الدجاج على هاد الشكل. نضيف دابا الأرز تاعنا، المرق، الرز المنقوع بيان سور، راه مغسول. الرز راه كي يتزاد، أنا درت هنا نصف كيلو. ونحرك هاد المكونات. نحرك الرز. دابا غنغطيه بالماء، المرق، نغطيه بالماء الكافي اللي غيطيب فيه وما نعاودش نزيد نحرك. هنا عندي ماجي او كنور ديال الدجاج، نضعها ونحرك الكل ونخليه يطيب. صينية الدجاج غندخلها للفرن حتى تحمر. الأرز ديالنا هو أصبح جاهز،
شرب كل شيء الماء ما حركتوش. وهنا حضرت القليل من البامية، درتها بشوية لاصوص طوماط تشهيتها غنرافقها معاه. كنقولوا لها في المغرب الملوخية. الدجاج ديالي تا هو تحمر. دابا غندوزو لطبق التقديم. الرز ديالي انا حطيته في طبق التقديم كما كتلاحظوا، مع الاسف ما تفيلماتش ليا هاد اللقطه فاش حطيت الرز. المهم هو على هاد الطريقه. دابا غادي نوضع الدجاج. بسم الله، نضعه في الوسط على هذا الشكل. الرائحة ما نقولش لكم، يا سلام. نضع القليل من هاد البامية أو الملوخية على هذا الشكل. يعني هذه زدتها، تشهيتها وزدتها، هي ماشي في الوصفة الأصلية. هذاك الشيء علاش قلت لكم بلمساتي على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين عندي هنايا رقائق اللوز محمص، كيبقى هذا الشيء اختياري بيان سور. على هذا الشكل، والقليل من القزبر. احبائي كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه. كنتمنى هذه الكبسه السعوديه من ايادي مغربيه تنال اعجابكم. كنتمنى لكم شهية طيبة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.